يا ستي الكل، طالما طفلك بيرضع ونشاطه كويس بلاش تسمعيني جملة ابني مش بيشبع من الرضاعة وعلى طول بيعيط. طب أقولك على حاجة، طفلك ممكن يكون بيعيط من الرضاعة الزيادة، ولو يقدر كان بس إيده وشه وضهر وقالك الحمد لله خلاص يا ماما شبعت. يا ستي الكل، لو الطفل بيخس أو وزنه مش بيزيد لمدة شهرين يبقى لازم تراجع طبيب، وهو هيحدد إذا كان السبب مرضي أو السبب سوء تغذية، وهيقول لحضرتك يعمل إيه بالظبط. المهم إن حضرتك تنفذي اللي الطبيب بيقوله وما تراجعيش وراه كتير. فهماني حضرتك؟ يا ستي الكل، اللي بتقولي ابني عنده سنة وما بياكلش، الطفل في أول سنة بيزيد 3 أضعاف، يعني لو اتولد وزنه 3 كيلو أول سنة يوصل ل 9 كيلو، ومن السنة التانية للتالتة وزنه بيزيد 3 كيلو بس، يعني بيوصل 12 كيلو. ما تقلقيش، ده طبيعي واسمه فقد الشهية الفسيولوجي. يا ستي الكل، هو حضرتك بتفرحي لما تضغطي على الطفل انه ياكل ويمضغ وهو مكشر ومتقدر ونص الاكل يقع في حجره؟ حضرتك كده بتضر الطفل وتحسسيه ان الاكل عقاب ليه. طالما الطبيب قالك ان الطفل ما عندوش مشاكل صحيه يبقى سيب الطفل ياكل براحته، عشان بالشكل ده لما يكبر ولو سالتيه وقلت له اعمل لك سندوتش هيقولك يا ماما انا اسف حرمت خلاص. يا ستي الكل، الطفل من بعد 5-6 سنين بيبتدي مرحلة اسمها وحيد الوجبة، ده طبيعي جدا. المهم ان حضرتك توفري له كل العناصر الغذائية اللي بيحتاجها جسمه في الوجبة دي، مع حبة حاجات خفيفة كده مفيدة يلقط فيها بقية اليوم، ولو محتاج تشجيع لقطي معايا يا ستي. يا ستي الكل، من بعد 3-4 سنين ممكن الطفل يبتدي يلعب رياضة تساعده في بناء جسمه وتدعمه نفسيا وتزود ثقته في نفسه وتحسن مناعته، بس قبل ما تحضري له شنطته وتنزله سوا على النادي جهزي مكملات غذائية مناسبة عشان يجيلك بميدالية ذهب وتاخديها منه كالعادة وتقولي له هاتها حوشها لك. يا ستي الكل، ما تصدقيش اللي يقولك بلاش سمك ولبن وبيض في حالة حرارة الطفل، عشان بيتهم أكل بريء إنه بيرفع حرارة الطفل ويزود تعبه، مع إنه أكل مفيد ومليان بروتين وعناصر غذائية مفيدة تزود مناعته. اللي يقولك كده لازم يعتذر لكل الأكل ده قدام حضرتك. يا ستي الكل، لو الطفل بيكح أو سخن أو عنده دور برد ليه دايماً تسألي عن المكملات الغذائية؟ توقفيها ولا تكمليها في فترة مرضه؟ مع إن المكملات الغذائية هتساعده يخف وتعوض جسمه عن قلة الأكل، إلا بقى لو حضرتك بينك وبين المكملات زعل ورفض مساعدتها. يا ستي الكل، الطبيب هو الوحيد اللي يقدر يحدد إذا كان الطفل طبيعي ولا عنده مشاكل في النمو عن طريق مقاييس ومعايير النمو لطفلك، فبلاش تروحي للطبيب وانت معاك التشخيص وتقولي له ابني ما بيجددش ابني ما بيكبرش، مش هيصدقك، خاصة لو حضرتك مش لابسة البلطو الأبيض. يا ستي الكل، الطفل لازم يتقدم له أكل صحي تتوفر فيه جميع العناصر الغذائية اللي بتساعد على بناء جسمه بشكل صحيح، بلاش تطوعيه في إنه بيحب كذا ومش بيحب كذا، خلي المنيو صحي وقطعي منيو أحب وأكره، الحب في القلب والصحة والمناعة في أطباق السفرة. يا ستي الكل، ياللي بتشتكي من تساقط الشعر في فترة الرضاعة، أي دكتور هيقولك إن ده نقص فيتامين د ونقص حديد وكالسيوم وأوميجا 3 كمان، لازم توفري العناصر الغذائية دي في وجباتك. اسمعي الكلام وشعرك هيرجع أحسن من الأول كمان. يا ستي الكل، العلم وضع مقاييس ومعايير لمواصفات جسم الطفل المناسب، بالإضافة كمان لمقاييس حركة ونشاط الطفل الذهني والجسدي، وده الأهم، المعيار هو النشاط الجسدي والذهني. ملحوظة، الجرام مش وحدة لقياس صحة أطفالنا. يا ستي الكل، بلاش نقارن بين ولادنا ولا نركز على عيوب ده وميزات ده، كل طفل وليه طبيعته وليه ميزاته وليه عيوبه،
المقارنات دي أثرها النفسي سلبي جداً على الطفل، وبدل ما نصلح هنزود المشكلة. أكدي على المميزات عشان تكبر وتبلع السلبيات وتهضمها كمان. يا ستي الكل، لما يبقى الطفل طول اليوم بيأكل بطاطس وشوكولاتة وحلويات وآيس كريم من برة، ما ينفعش تستغربي لما تشيلي الأكل من قدامه زي ما هو وتشتكي من قلة أكله. السبب قدامك وبيتم على إيد حضرتك. ابعديه عن الأكلات المحفوظة دي، هتلاقي أكله بقى زي الفل، وصدقيني هتدعيلي. يا ستي الكل، قللي أكل برة على قد ما تقدري. الوجبات السريعة مليانة دهون وسكريات وسعرات حرارية عالية من غير فايدة، وما فيهاش غذاء كفاية. لازم البروتين والخضار والفاكهة، ده الغذاء اللي يقويهم ويبني عضلاتهم وعقلهم وجهازهم المناعي. شوية سيطرة يا ستي الكل.